والتوزيع تقدم
سابقا في الاب الروحي. انا هنه مدير الدار. انت باين عليك نسيت نفسك، بس انا بقى هكلم اخواتي يجوا هنا ويعلموك الادب اللي انت نسيته. عزيز، فيه ضيف جديد هيشرف عندك في الحبس النهارده. ويا ريت ما تتكلمش تاني عشان زكريا ما يشكش ان انا بنقل لك اخبار. امال انت بتعملي ايه؟ ما عرفتش امير كان بيقول لها ايه، بس لو قالها كان زمانها قلبت الدنيا. انا عايز عفريت يعرف ينط ويتسحب ويخلص وينسحب. احضرهولك وتصرفه. انا ممكن اشتغل عندك اي حاجه. ماشي يا حسن، بيتي واهلي متحرمين عليك. مش زكريا اللي انت بتدور عليه على فكره، انا عارف انك بتقول انك شفته، بس ساعات العين بتبقى خداعه. اقسم بالله اغلى شويه ورد في المحل. ما تخلينا نتكلم عليكي شويه. عاوز تعرف ايه؟ كل حاجه. كل عيله عبد الهادي تحت امرك يا ابني. التجاره والعموديه هتبقى في ايد عيله العطار. ناديه هتبقى مرات اخويا زكريا. ايه؟ زكريا مش متجوز غيري. الناس عندي نوعين، يا معايا يا ضدي. انت دلوقتي من حقك تختار، تقعد هنا ولا تخرج. اي حد يقل ادبه عليا ما ينفعش يعيش. وفارس يخصني يا جلال، قضي الامر. مش عارف سامي عمل كده ازاي يا امير، ده حبس ياسمين كده حتى من غير ما يحاكمها قصادنا. هو نسي عرف الدار ولا ايه؟ اول ما قال لي ما عرفتش اتصرف، اضطريت اخدها على السجن. خفت لا يعمل فيها حاجه ولا يوديها في حته من غير ما يقول لنا. بص يا عزيز، سامح كل يوم بيثبت انه ما ينفعش يكون ابونا. عندك حق، عشان كده لازم تخرج. تخرج؟ ياسمين لازم تهرب. ماشي، بس ازاي؟ انا عندي فكره، بس ركز معايا. هتروح لواد اللي واقف عند الحبس، خده وكلم معاه في اي حاجه، ابعده بعيد، وانا انزل تحت قصر الافيل وهربهم. وفي السماء عارف انك هربتهم يا فايل، هتعمل ايه ساعتها؟ انا كمان ههرب منهم. ايه؟ انت كمان يا امير؟ لا، ما مش هيبقى انت وحسن، انا مش هينفع اقعد هنا لوحدي. افهم، زي ما حسن قال لي ما ينفعش كلنا نبقى بره، لازم حد يفضل موجود هنا عشان سامح ما يفتنش اكتر من كده. المهم ركز معايا وانت راجع، لو شفت اي حد جاي يصفر لي اي صفار وانا هتصرف. حاضر. ماشي امير. ما انت عارف انا ما بعرفش اصفر. كح يا عزيز، كح. حاضر. بص، حلوه دي، تتكلم بجد؟ ما عشان تسمعها وتعرفها، ما تنساش الكحه. ربنا يستر. ربنا معاك. حياة أمك ما تعرفيش هو فين؟ ليه؟ كنت طالعة رحلة دراسية إن شاء الله؟ ما قلت لك ما أعرفش عنه حاجة، ما تسيبني في حالي بقى. يا بت، يا بت، أنت عبيطة ولا بتستعبطي ولا إيه وضعك بالظبط؟ إيه بتعمليهم عليا؟ ده أنا اللي معلمهم لك. عموماً زكريا أنا عارف مكانه وما يلزمنيش. عايز أعرف بيعمل إيه بالظبط؟ ما أنا قلت لك ما أعرفش عنه حاجة. هي الجملة دي بالنسبة لك ايه؟ يعني تعرفي كل حاجة وبتستعبطي؟ لا، مالك يا بنت يا نادية؟ متغيرة ليه؟ بقالك فترة مخبية عني كل أخبار زكريا. عشان اتجوزته. اتجوزتيه؟ اخترتي الحصان اللي الداخلية بتشد فيه من ناحية وابن عمه بيشد فيه من الناحية التانية. لا، أنا مش فاهم العيلة دي مالها؟ ايه الغباء وراسة؟ طب خد دي بقى، انا مش بس اتجوزته، انا حامل كمان. حامل حبيبتي؟ طب مش تقولي وريحي نفسك على الاخر. هات حليب هنا، اهتمي بتغذية الجنين. أمير.
ايه الصدفه الحلوه دي؟ لف وارجع يلا. مش عايز اي عيل من عيال الدار يعرف حاجه عن اللي عمله امير، وحطه لي في الحبس اللي جوه، وزود الحراسه على بنت العطار والواد اللي معاها. تمام، بس انا عايز افهم، انت ليه ما تحاكمش امير وتطرده بره الدار؟ زين، اخو دي اللي عايزك تتعلم مني تعمل ايه امتى وكيف. دلوقتي ياسمين العطار بتدور على حسن وعايزه توصل له باي ثمن. ليه؟ ما خبرش، لكن اكيد اكيد فيه سر كبير. عشان كده رامينه من زمان، مهملينها ما بيدوروش عليه. اشمعنى دلوقتي بيدوروا عليه؟ تقوم انت عايزني اطرد امير من الدار عشان يبقى بره بحريته ويقابل حسن وينولوا المراد؟ عايز نطلعه بره ولا خليه هنا تحت عينينا؟ نخليه تحت عينينا. زين، عايزك كمان تروح للأوضة اللي كانت قاعدة فيها بنت العطار أو تقلبها عليها وطيها. أي حاجة تلاقيها مهما كانت بسيطة كانت تكتيه اتكيفها وتيجي. ما هو لازم نعرفه البنت دي عايزة تقابل حسن ليه؟ أمرك عم سميح. ربنا يوفقك يا عمور. الأستاذ سليم العطار هو اللي كان سايق العربية، لكن حظه كان أحسن كتير من الضحية. ستر ربنا، شوية ردود وكدمات بسيطة وخلع في الكتف. ألف سلامة يا سليم بيه. الله يسلمك. إن شاء الله لما تقوم بالسلامة محتاجينك شوية. بعد إذن حضرتك. اتفضل. بعد إذنك يا سليم بيه. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. الحمد لله على السلامة يا عم. الله يسلمك يا فارس. دكتور ما قالكش وانت بتكلمه بره هخرج امتى؟ يعني اللي قدرت افهمه ان هم اطمنوا على الاشعه والتحاليل الاول، يعني عشان يتاكدوا ان مفيش نزيف داخلي ولا حاجه، وبعدها تخرج طوالي كانه مفيش حاجه. المهم بعت الخاتم. واه، ودي عاوزه كلام يا عمي. انا عملت زي ما اتفقنا بالظبط، اتلميت مع الناس اللي اتلمت على حادثه، وقفت كأنه مفيش حاجة. اتصابنت عليه شوية وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ده مات كيف؟ ده مات كيف؟ ورحت سالة الخاتم وديته له على الشركة. قاضي الأمر مرضي يابا؟ مرضي يا عمي. المهم تقوم لنا بالسلامة. وأنت كمان. المهم ما توجعش دماغي تاني بالموضوع ده، كفايه اللي انا فيه كده. انت حقك رجعلك. خلينا نركز بقى شويه عشان نرجع حق العيله. همالين انا اختك يا حسنى. امرك يا ابويا. خير يا ابويا، في ايه؟ ليه؟ ليه يا رحمه؟ ليه تخلينا اتكسر وسط الناس في اخر عمري؟ بقى تيجي منك انتي. لا عشت ولا كنت يا ابويا لو خليك تتكسر وسط الناس. انت عارفني. كنت عارفك. وقالولي وما صدقتش، وقلت اشوف بعيني، وشفت وعرفت ان ربيتك غلط. كان لازم اقفل عليك بالضبه والمفتاح زي اهالينا ما ربونا. غلطت ان اديتك الحريه انت واختك، وغلطت لما دخلت غريب بيتي، وهغلط غلط كبير لما هقبل حاجه عمري ما كنت حقبلها. ساعات نغلط غلط كبير عشان نصلح غلط أكبر منه.
أني حوافق على جوازك من شعبان. أنا جبت لك نسخة من ملف الطب الشرعي اللي اتعمل على جثة أكرم بيها الله يرحمه زي ما حضرتك أمرت، وكل التحريات اللي وصلنا لها لحد من ساعة واحدة بس. يوسف باشا، ما ينفعش محسن بيعرف أي حاجة عن الموضوع ده، أرجوك. خلاص يا دولة، اعتبر الموضوع بتاعك كمان خلصان. حبيبي يوسف باشا، ما تحرمش منك. أقوم أنا بقى قبل ما حد ياخد باله إن أنا مش موجود ولا حاجة. أنت عمرك سألت نفسك أنت عايش ليه؟ أنا عايش بس عشان أمي تنكد عني أخلف فوق. أنا عكسك خالص، أنا يمكن ما عنديش مشاكل مع أهلي. بابي بيحبني وبيخاف على زعلي أوي، مامي منفضة خالص، النادي وصحابها كل حياتها. والله يا رودي ما حدش مرتاح. أنا بتهيألي لو عشت عيشتك دي كنت هبقى مبسوط. بس أنت نفسك مش مبسوطة، أنت برضه لو عشت عيشتي عمرك ما تتبسطي. بالعكس، حياتك سهلة وبسيطة، مفيهاش كلاكيع، فيها شوية أكشن، أنت عاجبني. عجبك ازاي؟ عجبني، عجباني حياتك، شخصيتك، حكاياتك اللي ما بتخلص. طب ما تيجي تبقى حكايه من حكاياتي دول. ازاي يعني؟ لو بقيت مراتي. انت بتتكلم جد ولا ايه؟ طبعا بتكلم بجد. رودي احنا بقالنا كتير بنخرج وبنروح وبنيجي سوا، وانا الصراحه بحبك. ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان انا احب تاني بعد اللي حصل لي ده كله في حياتي. بس من أول مرة شفتك فيها وأنا عايزك. ولا أنت بتتسلي معايا؟ لا بتسلى. لا رودي أنا بتكلم بجد. أنا والله بتكلم بجد، أنا فعلا بتسلى. ده صحباتي مهبولين بالكلام اللي بحكيه عنك، كل واحدة نفسها تعرفك شوية، تاخدك لفة يعني. لفة؟ لفة إيه يما؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ انت اللي اتهبلت يا يحيى، لازم تفوق. انت فاكر عشان خرجت معاك شويه ممكن احبك واتجوزك؟ انت بتقولي ايه؟ انت حته كيس زباله زين العطار رماه من زمان، ومهما كيس زباله لابس ونضف هيفضل كيس زباله. حمد لله على سلامة رجوعك لبيتك يا عمي. الله يسلمك يا ولدي. نورت دارك يا حاج صبري يا اخوي. الله يخليك يا عبد الكاتر. مالك يا عمي؟ شكلك مش مبسوط. هبصت كيف وانا طردت من داري وفي الاخر ما عرفتش ارجع حاج بايدي. هبصت كيف؟ ما احنا كلنا ايدك يا عمي. العمودية دي حق العطار، واللي رجعك ليها العطار برضك. هنضحك على نفسينا يا عبد الكاتر. أنا وأنت عشنا هنا في الصعيد وعارفين اللي حصل. أنا انطردت من بيتي، اتهنت قدام أهلي، ما قدرتش أقف عشان أدافع عن نفسي وأفتح باب بيتي بيدي. تمن العملية كان الكرسي ده، وبسبب الكرسي ده برضو ضاع ضاع ضاع. ايه يا عمي؟ ليه بتقول كده؟ هو انا مش زي ابنك؟ ابني؟ انا ابني اول واحد كسرني. يا ريت انت كمان ما تكسرنيش اكتر بقى، انا مكسور قدام اهل البلد. واللي انت هتستحله لنفسك علشان ترجع بيه القصر، يا ريت ما تستخسروش فيا. بس انت هترجع القصر وانت راسك فوق، وانا اللي رجعت الدوار لراسي تحت. لا عاش ولا كان يا عمي. عاش وكان، وانت عارف اللي بيتكسر في الصعيد ما بيرجعش تاني. خلاص مش عايز العمودية، مش عايز العمودية. العمودية حق العطار، وانت اللي تسهلها حاج صبري. انا بره الحسبة دي خالص. قالت العطار مريانة رجالة كتير، فيها انت يا زكريا، وانت كمان يا عبد القادر. الله، وانت اللي زعلانه كمان. امال مين اللي حقه يزعل؟ اولا انا قلت لك قبل كده ما ينفعش انك تتصرفي من دماغك، لازم ترجعي لي في كل حاجه. يعني اعمل ايه؟ كنت اقول ثانيا ما ينفعش ان بنت سيف العزازي الناس يقولوا عليها انها بتعامل ولد زي ده
باسلوب وحش. كي الزباله ينفع برضه يا روري؟ ما بابا ما ينفعش. ما ينفعش يا بابا، ما ينفعش يا روحي، ده ابني زين العطار برضه. بس المثل بيقول لو كان لك عند الكلب حاجه اهو كده بالصلاه على النبي. اقول له يا سيدي ده انت اللي سبته وتاج راسه كمان. انت بتتكلمي في ايه؟ حبيبتي انت اغلى حاجه في حياتي، دي هديه ربنا ليا. بس الحقيقه الحياه اللي احنا عايشين فيها دي فيها قوانين قذره لازم نلعب بيها. انت مش هتجيب لي حقي. انت اللي هتجيبي حقك بنفسك. اتكلمي ازاي؟ الواد ده الكارت اللي هنلعب بيه الفتره الجايه. قولوا لي انت كبرتي وبقيتي عروسه زي القمر. انت عايز توصل ايه يا بابا؟ مش هوصل لاي حاجه. انت اللي هتوصلي لكل حاجه. مش بيقول يا حبيبتي انك ايدك كون عظيم؟ كيدك العظيم ده بقى مش هتستخدميه عشان خاطري وعشان خاطر العيله؟ ولا بابي لازم هو اللي يعمل كل حاجه؟ انت عايزني العب على يحيى؟ استغفر الله العظيم على سنه الله ورسوله، احنا مالناش في الحرام ابدا. مش احسن ما تاخده بنت هاشم ولا بنت الرايق؟ الواد ده يا روري الحصان الكسبان الفتره الجايه. انا مش مصدقك بتقولي كده. مش مهم تصدقي يا حبيبتي، المهم تنفذي. حبيبتي يا روري احنا متجمعين النهارده عشان نبارك لعيله المحمدي ولعيله عبد الهادي لنسبهم ولان الارض بقت تحت يدهم. اللي قال في القفر ان الحج وفيق طلع الحج صبري من دواره بالقوه كذاب، واللي انه فاهم ان بعد موت زين العطار يقدر يمس شعره من عيله العطارين يبقى ما فهمش. زين العطار ساب وراه ألف أسد يقدر يرجع مليون كلب لمكانه. حاج صبري ادان البلد كتير وقال الأوان إنه يستريح ويسلم الراية لعمي حاج عبد القادر عمدة نقل عطارين الجديد. كلنا موجودين النهارده عشان نقف ورا ظهر الراجل ده. مفيش مكان لخاين وسطينا، مفيش مكان لمستكوي وسطينا، بس ليه مكان للهربان يا زكريا؟ تعال يا عمتو تعال. ايه جيتي تشتكي معانا ليه؟ ماليش نفس. ماليش نفس يا عمتو. انا عارفه ان اي حاجه هقولها لك دلوقتي هتبقى اقل من الوجع اللي انت حاسه بيه بكتير قوي. انا عارفه، انا بس عايزه اقول لك حاجه واحده. زكريا بيحبك بجد، بيحبك قوي. بيحبني وبيخوني؟ طب ازاي؟ الخيانة مش بتوجع وبس، دي بتموت. عارفة وحاسة بيكي. انتي عارفة ان انا اول واحدة عرفت حكايتكو زكريا كان بيجي يحكي لي على كل حاجة، خرجتوا امتى وفين وعملتوا ايه. طب انتي فاكره لما خرجتوا مع بعض اول مره واخدك اكلك سندوتشات على الرصيف؟ جه حكيتي. اه والله. ولما كنتوا تبقوا زعلانين يا ساتر يا رب، يبقى داخل مش طايق نفسه عمال يصرخ بيخبط راسه في الحيطان. انا على طول فهمت وبقيت بضحك ومداريه نفسي منه، خفت من زعيقه. بس رحت له قلت له طب يا ابني ما تروح تصالح؟ هيقول لي ابدا، هي اللي مزعلاني، هي اللي تيجي تصالحني. لغايه ما يرجع كده وهو بيضحك ومبسوط، اروح له بقى كده وفي التحله بساله هي انت اللي صالحتها؟ يقول لي اه. هي ما جاتش. ده كان زمان ده يا عمتو. طيب مش هو برضه اللي اختار انه قدام العيله وكل الناس يبقى هو اللي مش بيخلف؟ عمل كده ليه؟
عشان بيحبك، مش عايز يجرحك ولا يحرجك قدام حد. طب بذمتك ده واحد بيحب ولا مش بيحب؟ عارفة يا هايدي، أحلى حاجة الحب بيعلمها لنا هي إيه؟ إننا نسامح. سامحي. أنا بحبه قوي يا عمتو، على قد حبي له، على قد الوجع اللي أنا حاسة بيه. عارفة 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 يا بنتي عارفة. بس يلا اغسلي وشك كده وظبطي نفسك وانزلي اقعدي معانا. مالك يا عمتو؟ عمتو مالك يا عمتو؟ في شيء؟ مش عارف. عمتو عمتو هربان؟ مفيش حد هنا هربان. اللي بيهرب هنا هو الغريب اللي مش مننا. غريبة؟ امال انت هنا بتعمل ايه؟ متداري وسط رجالتك وتقول لي مش هربان؟ ولا انا متهيألي؟ دول ناسي، دول ناسي يا يوسف بيه. ايه؟ مستغرب اني عارف اسمك؟ لا، المهم عارف اسم اللي انت قتلته. كان اسمه اكرم، كان لسه خاطب جديد، لا عمره اذى حد ولا استوى على حد. كل الحكايه ان انت خلصت عمره بدري بدري عشان وقف في طريقك. الله يرحمه. ما سألتش نفسك سؤال واحد، انا ايه اللي يخليني اقتله؟ عشان كنا هنقبض عليك متلبس بالبضاعه. متلبس بايه؟ انا ما كانش معايا حاجه، العربيه دي كان كلها عفش وبس. عفش؟ وانت بتاجر في العفش برضه يا زكريا بيه؟ انا بتاجر في كل حاجه، وعيله العطارين معروف عنها انها بتتاجر في كل حاجه. انت مش شايف غير اللي انت عايز تشوفه، او بمعنى صح انت مش شايف غير اللي عايزين هم يخلوك تشوفه. احنا اتلعب بينا لعبه خلتنا في الاخر نقف قصاد بعض. بدل ما تدور عليا دور على اللي حطينا في اللعبه دي. طب اسمع يا زكريا، انا لولا تقرير الطب الشرعي انا ما كنتش قعدت معاك القعده دي، وكنت خلصت عليك من بره بره على طول. بس التقرير بيقول ان الطلقه جت من سلاح غير سلاحك. فاديك سمعت، يبقى انا ماليش دعوه بالطلقه. انا لما رفعت سلاحي رفعت سلاحي عشان ادافع عن زميلك. وايه اللي يثبت لي انه مش حد من رجالتك؟ وانا رجالتي هتعمل كده ليه؟ باشا، احنا كان كل اللي همنا ساعتها ان احنا نخلص الوقفه اللي كنا واقفينها ونتكل على الله، غير كده ما كانش لينا فيه. طب اسمع زكريا، انا شايف ان انت هتنزل معايا القاهره وهناك نحل الموضوع ده مع بعض. محدش هناك هيسمع اللي انا بقوله، ولا حد هيسمع لك، ولا انت هتعرف تساعدني هناك. يوسف بيه، سيبها ماشيه زي ما هي ماشيه لغايه ما نشوف اخرها ايه. خد واجبك عشان تلحق القطر. وانا مش هينفع اسيبك يا زكريا. نزلوا سلاحكم. ما اعتقدش ان يوسف بيه هيقبض على حد وهو متاكد انه بريء. وصلوا الباشا لغايه القطر. انا اسفه قوي قوي يا فارس. بقول لك يا ساره، انا عمري ما استنيت حرمه في حياتي. اتاخرت ليه؟ استنى بس اخد نفسي. بص يا سيدي، انا كان عندي شغل النهارده كتير قوي، ولسه مخلصه يا دوبك من نص ساعه، والعربيه كملت عليا وعملتها معايا. انا اقعد لوحدي كل ده؟ انا اتعاكس والناس تقعد تبص لي وقاعد لوحدي؟ ما هو ليهم حق بصراحه، اصلك متشيك كده يعني ومبسوط، في حاجه ولا ايه؟ بصراحه كان ليا حاجة عند واحد وخدته. طب ايه اللي بيضحك دلوقتي؟ بقول لك كان ليا حاجة عند واحد وخدته. ايه مظاهر الضحك في الجملة؟ على فكرة أنا ما بضحكش على كده خالص، أنا بضحك على شكلك، أصلك متشيك كده كأنك رايح تتقدم لعروسة. عروسة ايه؟ بقول لك يا سارة، لو مش عاجبك شكلي ولا لبسي خلاص، نتقابل بعدين، سلام عليكم. فارس اقعد، في ايه؟ جفشت بصراحة. خلاص اهدى على نفسك.
شكلك زعلت صح؟ لا ما زعلتش ولا حاجة، هو في حاجة تزعل؟ ما تقومي تضربيني بالجافة أحسن. يا عم خلاص بقى، هصالحك، إيه رأيك؟ جد؟ صالحيني؟ كيف؟ لا أنت فهمت غلط خالص على فكرة، أنا قصدي يعني أنا اللي هشيل العزومة النهاردة. جد؟ دي إيه المفاجأة الجميلة دي؟ أنت اللي هتعزميني؟ وهتوكليني؟ لا أنا ما قلتش أكل خالص، أنا قلت يعني أعزمك على كوباية شاي، قهوة، كنزاية. كنزاية؟ صدقي بالله أنا لو كنزاية ما رضيتش تشربيني، أقع في السكة. على طول بتهزر. طب أنا عندي فكرة، بصراحة أنا مش مرتاحة للمكان ده، ما تيجي كده نعمل حاجة جديدة، نتمشى مثلا. ونروح على الكورنيش وناكل ترمس؟ الله، صدق نفسي في كده، ونشرب حلبسة وناكل بطاطا. يا أبوي على الحاجات الحلوة. عارف يا فارس، أنا عمري ما مشيت مع حد على الكورنيش. جد؟ آه والله. وجاي تحقق أحلامك معايا. طب إيه رأيك بقى يا ابن الزوات يا متشيك أنت كده بقى، أوديك وسط البلد ونقعد في التكعيبة نشرب شاي وأكلك عند سامح. سامح مين؟ إيه ده؟ في حد في مصر ما يعرفش سامح؟ أنا فارس ما يعرفش سامح، إيه؟ عرفك على بعض النهاردة. بص بقى يا سيدي، انت تسيبني نفسك خالص النهاردة، هوريك الدنيا بشكل تاني خالص. بصراحة يا سارة، أنا من ساعة ما عرفتك وأنا شفت الدنيا بشكل تاني خالص، وحاسس كده حاجات يعني ما حسيتهاش قبل كده. معرفش ده اسمه إيه يعني. أنا هسيب لك نفسي يا ستي، وأغمض عيني وتمسك يدي ووديني عند سامح، عند أبو سامح، يعني أي حاجة أنت عايزاها. بجد؟ جد؟ طب يلا. عارف يا حزوم؟ البيت ده أحلى 100 مرة من القصر بتاعكم. اشمعنى؟ البيت ده فيه حاجة كده، حاجة ما كنتش بحسها عندكم ولا عندنا الصراحة، اللي هو بيت عيلة بجد، حتى بنعرف نسموك هنا براحتنا. يا معلم عندها حق بصراحة، انتوا بيتكم مخيف جدا، حتى زكريا اخوك، هو انا بحبه بس يعني بخاف منه، ده يمكن اكتر من ابويا كمان. على فكره زكريا ده كويس جدا، ربنا يرجعه لنا بالسلامه بقى ان شاء الله. انا مش عايزك تزعل مني يا معلم، خلاص ابويا بيخوفك. اقول لك حاجه تانية بصراحه، اخوك عز ده بيس قوي وعايش حياته، مش مقفلها. انا يعني اللي مقفلها يا يارا؟ بصراحه انا عايزك تفك من التكتيفه دي. طب ما ترول لنا سجاره بقى يا معلم. نعم، انت عارف انا بقالي قد ايه بعلمه؟ ده احنا لو استنيناه ممكن نموت فايقين. انت متاكد ان المخازن دي فيها سلاح هاشم الذهبي كله؟ طبعا يا زكريا بيه، بس ما عرفش اذا كان فيها السلاح اللي خده منيكم ولا لا، بس اللي اعرفه صح ان فيها 3 اضعاف اي شحنه كان ممكن ياخدها من العطارين، وانا ما بقيت الشغال عند حد دلوقتي، والسلاح بيحموه عيلتنا، وعيلتنا وعيلتكم بجوا واحد، واحنا في ظهركم. احنا محتاجين السلاح ده يا معتصم. بالليل هتشوفه بنفسك. لو كلامك ده صح هبقى مديون ليكوا برقبتي طول العمر. ربنا يديم المعروف يا زكريا بيه، جهز نفسك انت. اروح لبنت الملكومه دي، ما عايزانيش اخش عليها. سايسها يا معتصم. بالاذن يا بيه. شكل رجوعنا القصر قرب قوي. ما خايفش يا ولدي ان الهجوم هتاجي؟ هتاجي عشان كده لازم باسرع وقت نخلص. خلاص يا حبيبتي، مش اتجوزتيه؟ روحي له بقى، ايه اللي معادك عندي؟ اطلعي على بيت جوزك. بيت جوزي فين يا فتحي؟ ما انت عارف كويس قوي اللي حصل في القصر. تروحي له فيلا مراد بيه، ما هو خلاص حضرتك بيتي حرم زكريا العطار، واللي في بطنك ده ابن العطار، اكلكوا انا ليه؟ يا لهوي، مستخسر اللقمه في بنتك؟ هو انت بقيت كده من امتى؟ من زمان، من ساعه ما عصيتيني وما بتسمعيش كلامي. لو سمعت كلامي. ما تقصر يا فتحي، عايز ايه كده من الاخر؟ عايز مصلحتي، والحسن الحظ مصلحتي هي مصلحتي. عايزك تقربي من حماتك وتراعيها وتشوفيها عايزه اي حاجه. حماتك وقعت النهارده وهي في المستشفى دلوقتي. خدي ال 200 جنيه دول، هات لها شوكولاته. يلا يلا ما تتاخريش، ابي هاتي الباقي. لا، ناكل الطبق ده الاول بعدين اشغل لك اللي نفسك فيه. هيكون خلاص يا طنط. ممكن اطلب منك طلب لما نكون لحالنا؟ ممكن تقولي لي يا ماما؟ زي
زي ماما هايدي كده؟ اه زي ماما هايدي. ماشي يا طنط. يا ايه؟ يا ماما. عشان الكلمة الحلوة دي عاد هشغل لك اللي نفسك فيه، وأي حاجة نفسك فيها أعملها لك مهما كانت. ألو، أي عم سليم؟ الحالة اللي وصلنا لها دلوقتي نتيجة الإهمال. يا مرات باشا كان المفروض إنها تبقى معاك دايما. هي لها فترة كبيرة ما بتجيش. واضح إنها جهدت نفسها في الفترة اللي فاتت. ربنا يعينها على اللي هي فيه. حاولي تساعدوها وخلوها ما تنساش العلاج. ده نص الطريق للشفاء إن شاء الله. ليه؟ هي عندها إيه؟ لوكيميا. كانسر في الدم. خلاص يا دكتور ما إحنا عارفين. شكرا. عن إذنكم. اتفضلي. تسألي ليه؟ زي ما انت بتسألي، ما انا كمان مرات ابنها. بس انا مش مرات ابنها، بس انا بنت اخوها، فاهمة؟ كفاية! انتوا مش مقدرين الحالة اللي هي فيها ولا ايه؟ شايفة وجودك في حياتنا عامل فينا ايه؟ زكريا في مصيبة والله اعلم هترسي على ايه، وعمتي وعينة في المستشفى. ايه؟ عايزة ايه مننا تاني؟ ارحمينا بقى. بقولك ايه؟ انا قلتلك كفاية، خلاص يا هايدي. يا حسن، انت هتقعد الكام يوم دول لحد الناس ما تنسى، وبعدها تروح لحد سبيلك، ولحد ما يخلصوا الكام يوم رجلك ما تطلعش بره الدكان ده، وياك تجرب من اهل بيتي. انا عملت ايه بس يا عم حمزه؟ قول لي. من يوم ما شفتك ما شفتش غير البلاوي. شيل بيتي من دماغك. انا غلطان اني دفعت عنك. حمزة فهمت، أنا نيتي خير وجد، عايز أتجوز رحمة. تتجوزها كيف يا مجنون أنت؟ إحنا ما بندوش لغراب، وأنت مش منينا. شيل رحمة من دماغك. أنا كان مفروض أطردك دلوك، لكن لو مشيتك الناس هتصدق اللي قاله شعبان، وأني تتحط راسي في الطين بسببك. سلام عليكم يا عمي. حط كراتين الزيت دي بعيد عن الصابون والشاي. يلا. خير يا شعبان؟ خير يا عمي. ابويا بعتني ليك بيقول لك عايزك دلوقتي ضروري، وبيقول لك كمان تجي معاك اللطخ ده. اقفل الدكان وحصلني. اتفضل يا عمي. اطلع. الحمد لله على السلامة يا غالي يا ابن الغالي. الحمد لله على السلامة يا مروة. وحشتني والله يا ابني. اتفضل. ما تغيبش عن بالي لحظة. بس أنا مقدر الظروف من يوم وفاة الوالد الله يرحمه. ربنا يصبرنا ويصبرك بإذن الله. سيفي، أنا أبويا كان بيثق فيك جدا. وكان دايما بيسمع كلامك وبيمشي وراك. شوف يا مروان يا ابني. أبوك كان حبيبي. لسه ما كانش بيسمع كلام. يعني هو اللي خرج سليم من السجن وعمل منه بطل قومي، وفي الاخر ايه؟ راح في حادثه الله يرحمه، وسليم طلع منها زي الفل. طبعا لا اعتراض على قضاء الله، لكل اجل كتاب. بس هي دي بقى عيله العطار، ملهاش عزيز ولا غالي. اجمل حاجه فيهم ان كلمتهم واحده، بيمشوا ورا راجل واحد. والمثل بيقول يا ابني اللي ملوش كبير يشتري له كبير. بس انا بقى كبير الله يرحمه، وما عنديش امل منك امشي وراه. على بركه الله. واعتبر دي اول خطوه في طريقنا عشان نرجع حق ابوك الله يرحمه. عم سليم كلمني وقال لي انه عايز يكلمك ضروري. بجد؟ بقول لك ايه، انت عارفه لو حد عرف ممكن يعملوا فيا ايه. جرس، انا هطلع اقعد برا عشان ما حدش ياخد باله زي المره اللي فاتت. ها؟ الو، اي عم سليم، وحشتني قوي. انت كويس؟ وماما وحازم وزكريا وياسمين،
طمني عليكم والنبي، انتوا كلكم كويسين؟ كلهم بخير يا سلمى، ما تشغليش بالك. المهم انت بخير. اسمع يا سلمى، انا مش عايزك تخافي من اي حاجة، ووعد مني اي واحد بصلك بصة ما عجبتكيش هيدفع التمن وقدام عينيكي. اهلا يا هاشم بيه، نورت. بس مالوش لزوم تدخل قصر بالحراسة دي، مش هنعرف ونحموك هنا ولا ايه؟ كنت عرفت تحمي الغزال اللي اتقتل، ولا انت كنت ناوي تخبي عليا؟ انا مفيش حاجة بتحصل هنا ما اعرفهاش. بس انت هتعرف منين؟ هو انت الكبير؟ حاسب على كلامك يا هاشم بيه، مفيش كبير هنا غيري. ابوك بايع زكريا الكبير هو واهل البلد، والظاهر الواد زكريا ده ورث عن ابوه حاجة غير الاسم، وعرف يلعب هنا وهناك. يا اما في حد تاني بقى بيلعب واللعبة ظبطت معاه. بس كيف ابوي بايع زكريا؟ هو العيل اللي اسمه زكريا ده ينفع يبقى الكبير؟ انت ظاهر من النوع اللي يحب يسمع الكلام مرتين. ابوك بايعه فعلا على شرط واحد، انه يجيبك تحت رجليه وتنازل عن العمودية لعمك عبد القادر. دلوقتي عايز اعرف مين اللي هيحل محل غزال؟ ولد ولد جبالي يا جبالي. اوامر جنابك. اوامرك يا عبد الله بيه. بيه في حياتك يا جبالي. في مين يا باشا؟ فابوك غزال الله يرحمه. بس انا ابويا ما ماتش يا باشا، ابويا عايش جواي واني عايش عشان طاره. راجل يا جبالي زي ابوك. انا كنت طلبت ان اوضه زين دي اللي مقفوله على طول تتفتح، وتجيب رجاله زياده كمان. هتعرف تجيب رجاله ولا لا؟ انا ما عاوزكش تجلك من اياته حاجه واصل. راجل يا جبالي. يا حج صبري، مفيش حمد لله على السلامة للكبير.